هم على ثقة ودراية كبيرة بالآفاق المستقبلية للتخصص الذي انتهجوه في عالم الإلكترونيك الصناعية، تخصص مهني اختاره هؤلاء الشباب كبوابة للاندماج الفعلي في عالم الشغل. في الليسي قريت جيني إلكتريكس مهندسة كهربائية، كما جبت الباك تاعي قلت نكمل فيها باسكو انا اصلا ميول تاعي تابع لهذه الحاجه. اني لانغ الالكترونيك اندستريال نحو جيت رزعت الفيتشر اختار على فيليري باسكو سا لي كونسيسيون هناك الدوما. في بيئة تكوينية مجهزة بأدوات التحكم والبرمجة الإلكترونية وبإشراف أساتذة مختصين، يتم إعداد هؤلاء المتربصين على مستوى عال من التدريب والمهارة لما يستجيب للتطلعات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة. اللي خرج منا يدي ديبلوم تكنيسيان سوبيريور عنده ان باجاج في كلش في المواد كامل هذو اللي نقريوهم ويخدموا الله يبارك. لي سبيسياليتي هذو كاع تاع الكترونيك راهي تريبوندي فافورابلمون لا دوموند كي سور لو مارشي. وهذه التخصصات لمرافقة المشاريع المتواجدة على المستوى الولاية. قمنا ببرمجة وبتكوين أعواد مسيري محطة تحلية مياه البحر على مستوى المعاهد المتواجدة في ولاية بجاية. قمنا بتكوين أكثر من 150 عون. الإلكترونيك الصناعية واحدة من بين عديد التخصصات المهنية التي يختارها الشباب بكثرة ضمن ميولاتهم التكوينية، تخصصات تسير أيضا التوجهات الكبرى للاقتصاد الوطني.